انفجار غامض آخر ضرب العمق الروسي في 48 ساعة الماضية الأوساط الغربية الأوكرانية وحتى الروسية الرسمية تحدثت عن هذه المسألة. كما تلاحظون هنا كلها تحدثت عن هذا الانفجار الذي جاء ضد أو على إحدى المصانع التي تعتبر هي من المصانع الكهروميكانيكية، وأن هذا المصنع بشكل مثير مع الانفجار الذي ترونه من هذه الصورة بحسب اليورو ويكلي أكدت بأن هذا المصنع هو مختص في مسألة تزويد القوات الروسية بالمعدات العسكرية وتحديدا في صناعة الصواريخ. ليست أي صواريخ التي تتم صناعتها في هذا المصنع، لا أبدا، بل إن الصواريخ جاءت عنها أمثلة بحسب هذه التقارير، مثلا صواريخ منظومات الأس 400 الروسية أو حتى 9K35 ستريلا على سبيل المثال، وغيرها من الصواريخ المهمة التي تفيد تماما القوات الروسية وتعتبر من القضايا المهمة الاستراتيجية بالنسبة لروسيا. وكانت هنالك مقاطعا لطبيعة هذا الانفجار الذي جاء في الليل، كما تلاحظون بهذه الطريقة كان الانفجار حاضرا، هو كان حريقا، استمر الحريق بهذا الشكل لساعات طويلة، استمر حتى الصباح الباكر، بل إن وكالة تاس الروسية التي تلاحظونها نشرت هذه الصور بهذه الطريقة لطبيعة الحريق الذي جاء في هذا المصنع طبعا. وبالتالي دعونا نأخذ صورة أخرى، وإذا ما حاولنا الآن أن نحاول أن نأخذ بعض العلامات من هذا المقطع الفيديوي لنحاول أن نعرف هل فعلا هو موجود في الداخل الروسي. التقارير تحدثت بأن هذه المنطقة هي منطقة بادولسك الموجودة في روسيا والتي تأتي إلى جنوب العاصمة الروسية موسكو. الآن بملاحظة هذه المنطقة وأسقف هذه المباني أولا لنأخذ هذه العلامات، واضح جدا بأنها مميزة باللون الأزرق تقريبا، هذا هو واضح المصنع الذي انفجر بهذا الشكل. هنالك طرق مميزة تأتي بهذه الطريقة، وهنالك مبنى كبير للغاية هو الذي قد يسهل علينا الكثير من معرفة موقع هذه المنطقة، وبالتالي بأخذ هذه العلامات والتوجه مباشرة إلى القمر الصناعية الآن. وهنا كما تلاحظون أوكرانيا، بيلاروسيا، وهذه هي روسيا، نتجه إلى العاصمة الروسية موسكو إلى جنوبها بادولسك. لنتجه إلى بادولسك، مدينة ليست بالصغيرة أبدا، ولكن عندما تتجه إلى عمق هذه المدينة لنبحث عن مباني تشبه هذه أو هذه المباني التي نظرنا إليها، هنالك مباني متشابهة بهذا الاتجاه، ولكن هنا قد تكون أكثر متطابقة مع هذا المبنى الكبير الذي سهل علينا الكثير. مع الالتفافة إلى الشمال قليلا سنكون نحن أمام نفس الموقع تماما، نفس العلامات تماما، ليس هنالك فرق أبدا. كما تلاحظون هذا هو المبنى الذي طبعا دمر، المباني متطابقة، الطريق متطابق، وبالتالي هذا هو فعلا المبنى الذي دمر وفجر، وفعلا إن هذا الانفجار قد جاء في عمق روسيا، وهذا يعتبر تطور كبير ومهم مستمر. دائما تحدث هذه الانفجارات في الداخل الروسي، وواضح جدا بأن هذه الانفجارات وإن كانت غامضة وإن كان لا أحد يتحمل مسؤوليتها، ولكن هي تضرب الطاقة الإنتاجية العسكرية لروسيا من أجل إبطاء مسألة قدرات روسيا في عملية الاستمرار في المعركة في أوكرانيا ومحاولة إخضاعها. وهذا الانفجار تحديدا وغيرها من الانفجارات طبعا هي تأتي من أجل دعم التقدم الأوكراني المستمر والنشوة الكبيرة جدا التي تشعر بها أوكرانيا بعد التقدم الكبير الذي حققوه في خيرسون بعد انسحاب القوات الروسية. إذا ما اتجهنا إلى الخارطة هنا شبه جزيرة القرم، وطبعا هذا الجزء المهم الذي تجري فيه المعارك من في أوكرانيا طبعا. وبالنسبة للقوات الروسية كما نعلم أنها كانت متواجدة في خيرسون قبل الانسحاب، كانت متواجدة أيضا هنا في بريسلاف بالقرب من دوتشاني، تقوم بعملية اشتباكات كبيرة هنا بالقرب أو على نهر الدنيبر على الضفة الغربية من نهر دنيبرو الذي ترونه. هو القوات الأوكرانية كانت تحشد بشكل مستمر من أجل مواجهة طبعا القوات الروسية، ولكن القوات الروسية كما شاهدنا جميعا كان هنالك قرارا نقاشا كبيرا بين وزير الدفاع وقائد العمليات، وعلى هذا الأساس اتفقوا على انسحاب القوات الروسية، وفعلا انسحبت خلف نهر دنيبرو، وطبعا شكلوا خطا دفاعيا في هذه المنطقة. وبالتالي الهدف الأساسي والفكرة الأساسية أن تتقدم القوات الأوكرانية، وهذا فعلا هو ما حدث في نهاية المطاف. لنأخذ القوات الأوكرانية هنا تقدمت وسيطرت على الضفة الغربية، والفكرة الأساسية
أن تكون المدفعية وتكون هذه القوات تحت رحمة المدفعية الروسية، ولكن هذا لا يعني بأن القوات الأوكرانية لن تتمكن من التقدم إلى هذه المنطقة بعد ذلك أو لن تشكل خطرا على القوات الروسية، وذلك لسبب مهم للغاية، أن هذه القوات الأوكرانية كانت تحشد من أجل تحقيق هجوم على مدينة خيرسون وعلى مدينة بريسلاف وغيرها من المناطق الغربية، وبالتالي ما كان متوقعا من القوات الروسية عندما أعلنت بأنها ستنسحب من خيرسون كان من المفترض أن تشتبك مع القوات الأوكرانية، أن تحقق اشتباكا مع هذه القوات وتشتبك معها مباشرة، وذلك من أجل قضية مهمة هي من أجل أن تضعف هذه القوات المهاجمة، تحاول إيقاع خسائر بهذه القوات، لأن هذه القوات المهاجمة تحشد بشكل كبير، تتحضر لمعركة كبيرة، عليك الاشتباك أولا، إيقاع خسائر، إضعاف القوات المهاجمة، وبعد ذلك تنسحب ببساطة إلى يميني أو إلى هذه المنطقة التي ترونها وإلى هذه الاتجاه من نهر دنيبرو الذي ترونه بهذه الطريقة، وعلى هذا الأساس تكون الأمور ببساطة، أن القوات الأوكرانية حتى وإن تقدمت وهذا أمر مسلم به فإن القوات الروسية ستكون في موقع قوي من أجل تسديد ضربات عنيفة وإضعاف هذه القوات وكسب الكثير من الوقت حقيقة مع إضعاف هذه القوات المهاجمة، لكن هذا الأمر لم يتم، وبالتالي السيناريوهات مفتوحة للقوات الأوكرانية الآن في ظل أنها قوات فريش لم يتغير معها شيء، لا زالت جاهزة، لا زالت قادرة، لديها المعدات الكافية، من الممكن أن تشكل خطرا كبيرا في الفترة القادمة. لنأخذ اللون الأسود لكي يكون أوضح لكم، وبالتالي القوات الأوكرانية ممكن فعلا أن تشكل خطرا على ما تبقى من المناطق التي تسيطر عليها القوات الروسية وقد تندفع. ويجب أن نتذكر أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي قال بأن شبه جزيرة القرم سنتقدم إليها، سنحرر شبه جزيرة القرم، سنعيد السيطرة عليها، وبالتالي القوات الروسية وضعت نفسها في موقف صعب للغاية. وطبعا هذه المسألة هي شجعت القوات الأوكرانية بشكل عام لكي تحشد بشكل أكبر الآن في هذه المدينة التي ترونها هي مدينة زاباروجيا التي تسيطر عليها أوكرانيا، هذه هي مدينة زاباروجيا التي تسيطر عليها أوكرانيا، وطبعا يجب أن ننتبه بأن القوات الروسية تسيطر على مفاعل زاباروجيا النووي الذي يأتي هنا، وبالتالي القوات الأوكرانية ببساطة هي متواجدة في هذه المنطقة ومتواجدة أيضا في دانييتسك، يسيطرون على 50% من دانييتسك ولديهم مواجهات مستمرة مع القوات الروسية، القوات الروسية لديها سيطرة جيدة جدا في هذه المنطقة التي ترونها. دعونا نضع تصحيحا لهذه الصورة التي ترونها هنا من أجل تصحيح هذا الموقف. بالتالي القوات الروسية فعلا هي حاضرة في هذه المنطقة، هي ليست مختفية من هذه المنطقة وقادرة على تحقيق مواجهة حقيقية، وبالتالي هي موجودة أيضا في دانييتسك بقوة كبيرة جدا، أقصد لوغانسك طبعا، ولكن القوات الأوكرانية الآن بدأت تضغط في ظل هذه النشوة الكبيرة، في ظل أن لديهم فرصة كبيرة جدا لتحقيق شيء هنا، القوات الروسية متواجدة وفي مراحل اشتباكات، القوات الأوكرانية طبعا بدأت تهجم بعد تحقيق ما حققوه في خيرسون، بدأوا يضغطون بشكل كبير من أجل التقدم على ماريوبول وكذلك على بردنياسك هنا، ومن أجل أن يكون لديهم نفوذ مرة أخرى على بحر آزوف الذي خسروه منذ أشهر. هنالك ضغط كبير جدا، القوات الروسية تصدت لهذه القوات، هي تستخدم عملية الدفاع الفعال، الدفاع الاستباقي، أي أنهم دائما يهاجمون القوات المهاجمة، وذلك من خلال التصدي، من خلال المدفعية الخاصة بهم، من خلال الراجمات الصاروخية الخاصة بهم، عندما تحاول القوات الأوكرانية التقدم دائما هم حاضرين في ضرب هذه القوات، إضعافها، وبعد ذلك طبعا يتقدم ويهاجمون هذه القوات الأوكرانية طبعا. وبالتالي على هذا الأساس فعلا بأن هذه المعركة هي ليست بالمعركة العادية بالنسبة للقوات الروسية، وأنها طبعا تبدو بأن القوات الروسية ضعيفة للغاية، تبدو وكأنها في موقف صعب للغاية، ولكن هي ليست كذلك، يجب أن ننتبه إلى هذه المسألة تماما، هي ليست في موقف ضعيف والغرب يعي تماما هذه المسألة. وإذا ما ذهبنا مباشرة إلى لكي نعرف لماذا هذه المسألة ولماذا أن روسيا هي ليست في موقف ضعيف، الآن في حقيقة الأمر أن الغرب يعلم تماما بأن القوات الروسية حتى هذه اللحظة لم تستخدم إلا 20% من قواتها، لا زال هنالك 80% من الجيش الروسي لم تستخدمه روسيا، بالإضافة إلى ذلك إن ما تم إضافته على القوات الروسية هي التعبئة الجزئية والتحشيدات
في التعبئة الجزئية التي اكتملت ودخلوا إلى هذه المعركة يوم أمس. فلاديمير بوتين قام بعملية توقيع مرسوم لكي يجعل طبعا الأجانب أن يشتركوا في الحرب، ولديهم الآن الأجانب أي شخص أجنبي موجود في روسيا يستطيع الانضمام إلى القوات الروسية، وبالتالي وافق بمرسوم رسمي ونشرته وكالة تاس الروسية. وأيضا يجب أن نتذكر أن القوات الروسية أيضا وروسيا سحبت القوات الروسية الموجودة في سوريا، سحبوا جنودا سوريين، بالتالي هو يستخدم كل شيء من الخارج من أجل الحفاظ على 80%. استخدم الطائرات المسيرة، قد نرى استخداما للصواريخ البالستية، وبالتالي هو لديه 80% يحسب لهم حساب، يحسب بأن الأمور قد تكبر مع الناتو، قد يدخل في معركة أكبر، وبالتالي هو لديه احتياطات كبيرة، وهذا ما تنتبه له الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، مع الأخذ بعين الاعتبار القدرة النووية الهائلة التي تمتلكها روسيا. هي أكثر دولة على مستوى العالم تمتلك رؤوسا نوويا حتى أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية. ودليل على هذا الأمر، اليوم روسيا قامت بمهاجمة عدد من المدن الأوكرانية بمئة صاروخ، ضربوا كييف، ضربوا لفيف، ضربوا العديد من المدن، لفيف قطعوا التيار الكهربائي تماما عنها، وكذلك بالنسبة لكييف أيضا من هذه الضربات قطعوا التيار الكهربائي عن أكثر من نصف السكان الموجودين في كييف الآن بدون طاقة كهربائية. وكانت هنالك أساسا من نت بلوكس تقريرا، قد أوضح في هذا التقرير نت بلوكس كيف أن الإنترنت والاتصال الانترنت الموجود في أوكرانيا بشكل عام قد انخفض إلى 67%. لاحظ كيف هي قوية هذه الضربات. السلطات الأوكرانية قالت بأن الظروف صعبة للغاية على مستوى الطاقة، ونحن نقترب من الشتاء، وبالتالي أوكرانيا دخلت في موقف ليس بالسهل أبدا. أوروبا والغرب الولايات المتحدة تعلم تماما بأن روسيا تعمل على مسألة الطاقة وعلى حرب الطاقة، هي تضغط، هي تستمر في مسألة الطاقة والغاز الطبيعي، تعتمد على زيادة الضغط على أوروبا في مسألة التضخم، وبالتالي هي تعتمد على زيادة هذه الأمور وزيادة المعاناة في أوروبا، في إيطاليا، في بريطانيا، في ألمانيا، هنالك تضخم كبير جدا، وعلى هذا الأساس لنزيد الضغط على أوروبا، وبالتالي حلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية ستضطر مع قرب الشتاء، مع كل هذا الضغط، أن تأتي وتضغط على زيلنسكي من أجل أن يتنازل وأن يتفاوض، وعلى هذا الأساس تنتهي الحرب بمكاسب جيدة بالنسبة لروسيا. وفعلا علامات هذا الأمر بدت واضحة الآن بتقرير قد نشر من الوول ستريت جورنال يوم أمس عن مسألة التفاوضات، وطلب أمريكي واضح من زيلنسكي بأنه يجب أن تكون يا زيلنسكي منفتحا على المفاوضات، عليك أن تستغني عن مسألة التقدم إلى شبه جزيرة القرم، وإلا ولذلك وهذا يعود طبعا لسبب، لأنه قد سيطر على مدينة خيرسون، يسيطر على زاباروجيا كذلك، هذه المدينة المهمة للغاية، وإن كان لا يسيطر على المفاعل النووي الذي يأتي بهذه المنطقة أو يأتي بهذه المنطقة في حقيقة الأمر، يمتلك 50% من دانييتسك، وهنالك نوع من التقدم الأوكراني الذي يأتي على لوغانسك، وبالتالي ستكون وسيكون لك نفوذ جيد للغاية. وطبعا هذه كما تحدثنا هي جاءت من الوول ستريت جورنال، تحدثت عن هذا اللقاء الذي جاء بين مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان مع فلاديمير زيلنسكي في 5 نوفمبر، وكشفت الوول ستريت جورنال التفاصيل الآتية. قالت سوليفان أبلغ زيلنسكي أن كييف ستكتسب نفوذا بإظهار انفتاحها على المفاوضات، كما أوصاه بالتفكير في مطالب واقعية وبأولويات التفاوض وإعادة النظر في سعيه لاستعادة شبه جزيرة القرم. وفعلا ظهر زيلنسكي في خيرسون متواجدا بهذا الشكل، وكان سعيدا للغاية عند زيارته لخيرسون، واضح الابتسامة تملأ وجه الرجل. وبعد ذلك وضع تصريحا مثيرا وقال بأن دخولنا إلى خيرسون هي بداية نهاية هذا الحرب، ولكن هذا الأمر وهذا التصريح سرعان ما صححه وقال بأننا لن نتنازل، لن نقبل بالتنازلات التي ممكن أن تضر بسيادتنا، وذلك لمسألة مهمة جدا، من الممكن لو أوقف الحرب الآن وبدأ بمفاوضات فهذه قد تنهي مستقبله السياسي بشكل خطر. لاحظ كل هذه المناطق باللون الأحمر سيفقدها طبعا زيلنسكي، وبالتالي التوقف عند خيرسون سيعني كل خيرسون، كل زاباروجيا، لوغانسك بأكملها سيفقدها، دانييتسك هنالك مناطق فقد منها الكثير، وكذلك بحر آزوف ستنتهي بانتصار روسي كبير، وبالتالي لا يمكن له السماح بإنهاء هذا الحرب. الولايات المتحدة الأمريكية تعطيه طبعا الفرصة للاختيار، هي لا تضغط عليه بحسب
ما ينشر من الواشنطن بوست، من النيويورك تايمز، وحتى من الوول ستريت جورنال. ولكن في نفس الوقت الولايات المتحدة الأمريكية في قلق كبير من مسألة أن منطقة خيرسون ومنطقة زاباروجيا ولوغانسك ودانييتسك قد أعلن فلاديمير بوتين الحرب على هذه المناطق، لأن هذه المناطق تعتبرها روسيا هي مناطق روسية بعد الاستفتاء الذي قاموا به، وقالوا بأنها من ضمن المظلة النووية. وبالتالي لسبب ما لو تقدمت أوكرانيا بهذا الشكل وحققت المزيد من التقدم في زاباروجيا، في دانييتسك أو في لوغانسك، فالولايات المتحدة الأمريكية قلقة تماما من أن روسيا قد تقدم على استخدام الأسلحة النووية التي سمعنا عنها الكثير من الجانب الروسي ومن التقارير الغربية. وطبعا ويليام بيرنز مدير وكالة المخابرات الأمريكية CIA كان فعلا قد توجه مباشرة إلى تركيا وكشفت تفاصيل مهمة جدا، وكشفت تفاصيل مهمة جدا من قبل بلومبرغ الأمريكية بأن هذا الرجل التقى بنظيره الروسي، وببساطة شديدة للغاية بحسب متحدث باسم البيت الأبيض لم يذكر اسمه، قال بأن بالنسبة لي الرجل الذي ترونه هنا ويليام بيرنز قال أنه نقل رسالة بشأن عواقب استخدام روسيا للأسلحة النووية ومخاطر التصعيد على الاستقرار الاستراتيجي. مختصر مفيد بأن قال لروسيا روسيا إن استخدمتم الأسلحة النووية سنفعل كذا وكذا. ليس هذا الأمر طبعا واضحا ولم يشرح بالتفصيل في رويترز، ولكن الواضح أن المخاوف هي تأتي من مسألة بحسب البلومبرغ من قضية خطيرة للغاية، ألا وهي استخدام القنبلة القذرة من قبل روسيا بحسب ما نشرته البلومبرغ. وكما تلاحظونه قالت لقاء بيرنز بنظيره الروسي يأتي وسط مخاوف من أن موسكو قد تفجر قنبلة قذرة من شأنها أن تنشر مواد مشعة وتحمل أوكرانيا مسؤولية ذلك. وبالتالي الموقف ليس سهلا أبدا. نحن نتكلم عن مفاوضات، نتكلم عن حرب، نتكلم عن الكثير من التفاصيل الخطيرة التي من الممكن أن تغير المشهد ليس فقط على المستوى الأوكراني وإنما على مستوى العالم.